السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وهو هاد القريعات اللي نزوقتهم بهذه الطريقه هذه. انا نستعملهم الكافي والاتاي، وانتم تستعملوهم لاي حاجه، الاقلام، التوابل، الفرشات، المكياج، اي حاجه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونبداو عبر على بركه الله. اول حاجه هذه هي القرعه ديال لاصوص طوماط. انا استعملت هاد الصباغه هذه ديال فينتيج، كتعجبني هاد اللون الاخضر او الازرق، هاد اللون البني كيجيو غزالين غزالين بزاف. هما بحال هكا صبغتهم، تصبغهم بالليبونج ولا بالبانسو اللي عجبكم، كيبقى لكم الاختيار. كديروا الكوش الاول والثاني، هادو هما لي سيرفيات المناديل. قطعت هاد الوريدات الصغيورين، بغيت نديرهم صغار، يعني كيبقى عندكم الاختيار نتوما والذوق ديالكم، بغيتو ديروا ورده كبيره ولا صغيره. انا درت هادو امبريميتهم، ولا تقدروا ديروا هادوك لي تيكي تكتبوهم حتى بالستيلو اللي عجبكم اللي عجبكم، كيبقى عندكم الاختيار. هذه هي اللصاق الابيض، الغير الابيض، هذا هو الفيرني اكريليك و لا بانتور بيضاء، بانتور بلونش. هنا عندي هاد الحجيرات، ولكن ما استعملتهمش، استعملت وحدين اخرين صغار. يعني كيبقى دائما انا كنقول لكم عندكم الاختيار في الديكور اللي بغيتو تستعملو تستعملوه. اول حاجه انا غادي نبدا نلصق هذوك الورق اللي عندنا اللي فيه السميه. هنا دير اللصاق الابيض. على فكره اللصاق الابيض لا كان عندكم شويه راه ثقيل، زيدوا شويه الماء، لان هاد الورق وهاد خصوصا هذيك اللي سيرفيات هذوك المناديل كيكونوا رقاق بزاف، يعني يردوا البال لهاد القضيه. كما قلت لكم لصقوا القرع، ما بغاش تزقع، ما بغاتش، كدور كدور، نحبسوها. راه كاينين واحد دي زيتيكيت كنلصقوهم كيكونوا هما راه كحلين ولا بيضين، وانتما كتكتبوا غير بالستيلو كيبقى هذا حتى هو اختيار، يعني كت تكتبوا اللي بغيتوا. نلصق تيكي ديال اتاي كما قلت لكم ضروري من الكوش الثاني، ولا كان لي ساق ثقيل خفوه بشويه الماء. دابا هادو الوريدات انا غادي نلصقهم. انا كما قلت لكم هاد الوريدات الا كان صبغتو الارضيه بلون من غير الابيض، من الاحسن انكم الوريدات تقطعوهم قادين، يعني ما تخليوش هذاك الورق الابيض لانه كيبقى من بعد متراسي. اما الا كانت الارضيه بيضاء تخليوه كيف ما هو، واللي ساق ضروري تزيدوا فيه شويه الماء الا كان ثقيل. دابا نكملوا على نفس الطريقه، دائما حيدوا الورق اللي زايد، مرات كيكونوا ثلاثه وانا لقيت هادو فيهم جوج، وكنلصقوا على الشكل اللي بغينا، الورق اللي الورده اللي بغينا، بغينا نديروا اربعه ولا جوج ولا واحد، كيبقى عندكم الاختيار. دائما الكوش من الارضيه ديال اللصاق، والكوش من من الفوق الورق. الا بغيتوا ديروا حتى جوج طبقات تقدروا ديروهم ديال اللصاق. هاي دابا نخليهم يكرموا،
ندير نفس شكل الغطاء، لصاق ورق لصاق. دابا عندي هاد اللصاق الابيض، غندير نحاول ندير به انقطاط على القرعه ديالتنا باش تجي نديكوريوها هكا. كيبقى عندكم دائما الاختيار. هادو عندي انا كنستعملهم في صباغه الاظافر باش كدير فيهم زويقات، وانا استعملت هنايا القريعه. نكمل النقاط حتى الاخير، وغندير حتى الغطاء حتى هو نديرو، ونتلاقاو ان شاء الله. النتيجه هي هذه، كملت النقيطات درتهم في القرعه كلها كيف ما انكم تقدروا تخليهم سامبل. حنايا زدت هاد النقيطات حتى هما، ودرت هاد جوج وريدات، وهاد الحجيرات فضلت ان الحجيرات يكونوا صغار حسن من الكبار، الكبار جاوبني بزاف. اتبعوا معي الطريقة كيفاش. لصقوا هذوك الوريدات ديالنا بالبيستولي، لصاق بيستولي ولا اللصاق العادي يكون مجهد. صافي ونوركوا عليهم بيدينا مزيان. صافي وغيكون عندنا نتيجة هي هادي. دابا غادي نديروا الفيرنيز، ضروري من هاد العمليه ديال الفيرني ضروري، ملي تكرم لينا الصباغه والديكور اللي بغينا نديرو من بعد ندوزو الفيرني ونخليه يتكرم والديكور ديالنا كيكون واجد. بغيتو ديروا الفيرني جوج ديال الطبقات حتى هو يمكن لكم ديروه، كيحافظ بزاف على الصباغه اللي الصباغه اللي درنا وعلى الوريدات اللي لصقنا. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو. كتكون رائعة بزاف بزاف. نديرو حتى للغطاء. هي هذه النتيجة. أنا درت هادو معكم، وهذاك الأخضر درتو بوحدو، خليتو ما كسبت فيه والو، خدرت فيه غير وردة كبيرة. كنتمنى تعجبكم النتيجة، ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد، وكنشكركم. وهذا هو الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.